اوكي طيب سريعا، يعني في عندكم على الكلاس روم في عندكم رابط الجيت هاب اوريدي موجود عندكم، رابط البلاي ليست تبعت المحاضرات اليوتيوب، وفي عندكم الواجبات. الواجبات الهاكر رانك يفترض انه تسليمه يوم الاحد القادم يوم 29، فانت يفترض انه انت تسلم رابط البروفايل تبعك. رابط البروفايل تبعك انه انت بتدخل على حسابك تمام على الهاكر رانك، بتختار من هنا وبتضغط على بروفايل و يعني بتعمل نسخ لهذا الرابط وبتسلمني اياه تمام. بس انا يعني المطلوب فقط هذا الرابط انه انت تسلمني اياه دون اي شيء اخر. و برضه كذلك انه في عندك هنا بعض الداتا سيت اللي انت ممكن تستخدمها تتمرن عليها في النايف بايس والريجريشن تمام. طبعا الداتا سيت اللي انا اخترت لك اياها انه هي داتا سيت مشهوره ومعروفه وداتا سيت خفيفه، يعني انه انت ممكن انه انت تتمرن عليها انه انت تبني probabilistic موديل اللي هو النايف بايس للكلاسيفيكيشن وريجريشن موديل عشان تعمل بريدكت لنيوميريك تارجت. وممكن انه انت تلاقي لها وصفات يعني موجوده على الانترنت انه انشغلت يعني قبل هيك. فهذا هذه هذا هذا الناتج تبعه او الشغل تبعه بدي اشوفه يوم الثلاث ان شاء الله تمام. ضروري جدا انه انت تشتغل عليه، اللي هو التمرين على الداتا سيت، هذه الداتا سيت اللي هو البراكتس، هذا يوم الثلاث صحيح تتسلم وانه تورجيني الشغل تبعك بالضبط. يوم الاحد القادم بالاضافه يعني زي ما حكيت لك لتسليم الهاكر رانك واسئله الام سي كيو بده يكون في عندنا مناقشه للمشروع النهائي. طبعا المشروع النهائي الداتا سيت اللي اعطيت لك اياها انه هي داتا سيت انه مختاره انه اكبر شوي وانه فيها تحديات كثيره، بدك تحاول انه انت تشتغل عليها وتبني نفس الفكره انه probabilistic model وregression model تمام. بالاضافه ل يعني حورجيكم اليوم برضو كذلك انه انت كيف انه انت تشتغل او تبني نيورال نتورك موديل باستخدام التنسور فلو تمام. فمطلوب منك انه انت تسلم ثلاثة موديلز، يعني واحد probabilistic والثاني regression model والثالث باستخدام النيورال نتورك، لانه النيورال نتورك ممكن تستخدمها للحالتين للclassification وللregression تمام. بدك تختار تو داتا سيتس عشان تزبط معك صحيح نعم تمام. وهذه انه المناقشه تبعتها يوم الاحد، مطلوب منك انه انت تحضر نوت بوك بالبايثون، بايثون نوت بوك مش كود يعني انه بي واي، لانه انت بدك تشبك الجهاز تبعك على البروجيكتور وبدك تعرض الخطوات اللي انت عملتها بشكل سريع يعني في اطار زمني محدد في اطار 20 دقيقه انه انت ايش اللي وصلت له، بالاضافه للمتريكس للايفالويشن للمودلز اللي انت عملتها اللي هي الكونفيوجن ماتريكس اكيورسي روت مين سكويرد ايرور في حال انه انت بتستخدم نيوميريك بريدكشن. فهي المطلوب منكم يعني لنهايه الكورس تمام.